بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله هنشرح النهاردة إزاي تقدر تحمي الراوتر من الاختراق. طبعا انتشر الفترة الأخيرة إنك تبص تلاقي أي شاب قاعد عند البيت، حد قريبك بيقولك أنا أقدر أجيب الباسورد بتاعك، عامل باسورد للشبكة. وبكل بساطة تلاقي طفل في إعدادي فتح أي أبليكيشن على أندرويد وبسهولة يقدر يجيب الباسورد الخاص بالشبكة أو شبكة الإنترنت بتاعتك. النهاردة إن شاء الله هنشرح طريقة حماية الرواتر من الاختراق وإزاي تقدر تقفل أي ثغرة موجودة في الراوتر. إن شاء الله إحنا هنقسم الدرس على 5 مراحل. المرحلة الأولى طبعا هندخل على الراوتر الأول كده. طبعا اي بي الراوتر معروف، 192.168.1.1. وبعدين هتكتب الباسورد الخاص بيك، أول خطوة شباب لازم تغير اليوزر نيم والباسورد بتاع الراوتر. تدخل على الادمنستريشن وبعدين تختار يوزر مانجمنت، وبعدين حضرتك هتغير، هتكتب هنا الباسورد الحالي. طبعا بيبقى جاي ادمن او بيبقى مكتوب على ظهر الراوتر، بتكتب الباسورد القديم وبعدين الباسورد الجديد بتكرره هنا، وبعدين بتضغط على سبميت. يبقى انت غيرت باسورد الدخول الى الراوتر الخاص بيك. يبقى دي اول خطوة. تاني خطوة يا شباب، ودي من الاشياء الهامة جدا اللي كتير من الناس بتغيب، يعني ما يعرفش عنها حاجة اصلا، ان دلوقتي الرواتر فيها خصائص للتحكم في الراوتر عن بعد. يعني انت تبقى في اي مكان تقدر تفتح الراوتر بتاعك، ودي بتمثل ثغرة. فازاي تقفلها؟ هتضغط على من الاول خالص اهو، دي الواجهة الرئيسية للراوتر. الراوتر اللي معانا زد اكس اتش ان اتش 108 ان فيرجن 2.5. هتضغط على ابلكيشن، تضغط على دي دي ان اس، وتعمل بتبقى معمولة هنا انيبول. كده انت كده تقدر تتحكم او تدخل على الراوتر من اي مكان. طبعا لو لقيت العلامة هنا انيبل تشيك شيلها واضغط على سبمي. يبقى تاني حاجة لغيت التحكم في الراوتر عن بعد. الحاجة التالتة والمهمة، انك لازم تحدث الفريم وير بتاع الراوتر بشكل دوري. يعني لما ينزل سوفت وير جديد او فريم وير جديد للراوتر يفضل ان انت تحدث. ليه؟ لان الشركات ما بتنزلش فريم وير كده اعتباطا، طبعا بتسد ثغرات وبتعمل تطوير وتحديث في السوفت وير. فازاي تقدر تعمل تحديث للسوفت وير؟ اولا بعد ما تحمل السوفت وير بتضغط على ادمنستريشن، وبعدين بتضغط على سيستم مانجمنت، وبعدين بتلاقي هنا خيار لسوفت وير ابديت، بتضغط عليه، وبعدين بتضغط على البراوز اللي هنا شوت فايل، وبتختار السوفت وير وبترفعه وبتضغط على ابجريد، بيعمل ترقية للسوفت وير. تالت حاجة ومن اهم الحاجات، اللي برامج بتاعت الاندرويد اللي بتجيب باسوردات بيشتغل عليها، هي حاجة اسمها الوي بي اس. ازاي تقفل الوي بي اس؟ نتورك وبتضغط على ال دبليو لان، وبتلاقي هنا الوي بي اس تضغط عليه، واذا كانت الخيار كده بترجعه يبقى ديسيبول، وبكده انت قفلت الوي بي اس. اخر حاجة ومن اهم الحاجات اللي الناس برضو ما بتشغلش بالها، بيعمل اي حماية خلاص، في السكيورتي. هنا بتدخل نتورك وعن السكيورتي، اختار ال WPA2 لان ده اعلى تشفير بيقدر يمكنك من البرامج بتاعت الاندرويد ما بتقدرش تتخطى تشفير الوي WPA2.
بأي شكل من الأشكال. لو قفلت ال WBA2، لو قفلت ال UBS و خليت التشفير WBA2 طبعا مع الخطوات اللي احنا قلنا عليها، تغير اليوزر نيم والباسورد بتاع الدخول على الراوتر، وتلغي التحكم في الراوتر عن بعد، وتحدث الفريموير كل ما تلاقي تحديث، وتلغي ال UBS، وتختار التشفير WBA2. مستحيل حد يقدر، انت كده يا حمد، مستحيل حد يقدر يخترق الراوتر، وانت كده بنسبة 90% حميت الراوتر بتاعك. اتمنى يكون الشرح واصل لكل الناس. لو الشرح حسيت انه مفيد او هيفيد اي حد، ممكن تشترك في القناة عن طريق الضغط على زر سبسكرايب وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.